في فنان نجم عظيم، هو كشخص شديد الطيبة، شديد الطيبة، وأجزم بذلك وأبصم بالعشرة، حلو، وعنده قلب محلق في سماء كل شيء جميل، عنده تقدر تسميها الطهارة النفسية والعقلية، حد رائع، فنان جميل، وهو الفنان والنجم الكبير الأستاذ طارق النهري. أستاذ طارق النهري ممثل ومخرج ومثقف واعي. لما تشوف الأستاذ طارق النهري هذا الرجل شديد الطيبة جدا جدا، يجسد شخصية شرير، هنا تقول أيوه هو ده بقى اللي أنا عايزه، الفن هنا يتجلى أو تجلي لكل الرصيد، كل الخبرة، كل المحتوى اللي بيدور دائما جوه الذهن وجوه الوجدان، وهو يجسد شخصية شريرة. المرة دي في رمضان أستاذ طارق النهري بيجسد شخصية تعد هي محور الشر في مسلسل المعلم. هو بيقوم بدور المعلم شداد، كل الترحيب بكل المحبة والتقدير لأستاذ طارق. ازيك يا أستاذ طارق؟ مساء الفل يا حبيبي، وميرسي على التقديمة الفظيعة دي. يا مساء الفل عليك، وبعدين يعني اعتقد انه وصل لك ان انا بحبك من زمان جدا جدا. طبعا يعني حبيبي، يعني واحنا انا دايما اقول يعني احنا رفاق في النهاية، فانا بحبك، بقدرك جدا وعلى المستوى الفني كذلك، وعشان كده انا بقول ده راجل من اطيب الناس. ازاي الطيبين دول بيعرفوا يقدموا لنا الشر؟ حتى انا حطيت السلسله بدءا من الاستاذ محمود المليجي ومرورا بيك، وربنا يديلك طول العمر. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. تجسيد ما تقولش لا والله خالص، بالعكس انا اللي مش عارف اوصف لك ازاي. يعني تجسيد الشر عند طارق النهري بيجي ازاي؟ طبعا مش هقدر اقول ان انا يعني بعمل دوت وانا سايب ايدي. ليه؟ ارث واخده من 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 منطقه عندي. شفت ناس شريره كتير، شفت حاجات كده، برغم من طيبه الشعب المصري قويه جدا، الا اني فعلا شفت ناس غريبه الشكل، شربت منهم حاجات. انا بحاول دايما اني يعني اعيش من خلال الحاجات اللي جوايا، مخزونه جوايا وبعملها. فانا عملت يعني على طبعا بلس اني مش هقدر اقول لك ان زي ما انت قلت في اساتذتنا الكبار استاذ محمود المليجي طبعا واخرين شربنا منهم اداء صح ما ينفعش ان احنا نسيبه. الاستاذ زكي رستم الشرير الطيب برضه، استاذنا الجميل صلاح منصور. صلاح منصور يا لهوي، الله اكبر، يا لهوي، الله اكبر عليه. إيه وعلى ايه ده؟ وعلى جماله وعلى اداؤه، الله يرحمه يا رب، غير طبيعي، الله يرحمه يا رب. وبعد كده اجمل قبيح في السينما العالميه تشارلز برونسون مثلا، يعني شوف ده نوع من الشر ما حدش يعرف يجيبه في اي وقت. بس هو هقول لك حاجه، تجسيد الشر باشكاله وانواعه وكل شيء بيجي من خلال برضه ثقافتك وقراءاتك ونوعيه البيئه اللي انت اتربيت فيها و ايوه بتاخد من 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 منا، مش هقول لك ان هي ما بتاخدش مجهود، لا بتاخد مجهود جامد قوي 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 عشان تقدر صحيح تستجمع الحاجات دي. انا من الناس اللي بحب ادوار الشر، بحبها لانها بتقدر تطلع من خلالها حاجات كتير قوي وملامح، بتقدر تلعب بملامحك وبتغيرها. وبعدين في حاجة تانية كمان، انك دور الشرير مش طبيعي. يعني الناس بتفتكر ان الشرير ده واحد شخصية
شخصية ما عندهاش أي ثقافات، بالعكس ده بيبقى جواه كم ثقافة في ساعات غريبة جدا طبعا جداً لأنه يبقى ذكي كمان. اه بتخليه يعمل الشر بشكل يتعب الناس ممكن. صح يعني صح. انا يعني لما اجي اقول انا بضرب مثلا، مش حكايه ضرب، لا هي حكايه ان انت مش عارف اقول للناس ايه، لان خايف الناس تقول ان الشر شيء جميل. لا الشر طبعا مش شيء جميل، بس هو انا عارف الشرير بيبقى دايما من وجهة نظره عنده دوافع، فبيخلق طول الوقت في مبررات هو ليه بيتصرف كده. انا أيوة. بحمي اولادي، انا بحمي ثروتي، انا بحمي عيلتي، انا بحمي قرية. يعني في شرير بيبقى من مطاريد الجبل يقولك ما انا بحاول احافظ على اهل البلد. انت ما تحافظش على اهل البلد، انت شرير، انت شرير. اصل انا بحمي اولادي، لا انت بتحمي اولادك، انت شرير. أي انا بقى بحاول اخلي صورة الشر هادية شوية، فيها ملامح ملامح قوة، مش شرير بس، لا هو قوي، وفي ساعات بيبقى طيب جدا في لحظة اللي هو مش عايز يوقع الدنيا برضو بالنسبة له، لأنه ممكن يبقى شرير ويوقع نفسه. بيبقى في النهاية خالص برضو عنده ضعف إنساني ما تجاه أي شخص معين أو مجموعة من الأشخاص. لازم يبقى عنده ضعف، لازم يبقى عنده ضعف. طب سؤال، في ساعات شكل من أشكال الشر الكلاسيكي اللي خلي الممثل إنه يخلي ملامح وشه بمكياج، بطريقة تسريح معينة، طريقة مش عارف إيه، يبقى شكله شرير. المرة دي في المعلم شداد، ودي من أول، دي تقريبا أول مرة أشوف أستاذ طارق النهري من غير شنب. أنا قصدت إن أنا أغير ملامحي كلها. ده قرار. حلو. لان الشرير مش لازم يبقى مربي لي شنب وعامل مش عارف ايه وحركات غريبه كده ورافع شنباته لفوق وجته لا، ما ممكن تبقى شرير بدماغك. صح، دماغك تحركها ازاي توصل ان انت تبقى شرير. فانا حبيت ان انا اعمل ده بشكل جديد وشكل يعني الى حد ما يا رب يوصل للناس بشكل كويس. لا واصل جدا، والناس كلها معجبة بدور المعلم شداد، يعني لأنه شرير برضو غير تقليدي. أنا عايز أشكرك جدا ونورتني جدا. أنا عايز جداً أقول لك إن أنا سعيد بمكالمتك دي، لأن أنا من زمان وأنا نفسي أتكلم معاك وأقول حاجات كتير جدا جدا، لأن أنت إنسان أكثر من محترم. ربنا يخليك يا أستاذ طارق، ما تقولش كده، أنا أخوك الصغير باعتباري إن أنا عجزت فاستحالها أقول لك أنا ابنك، لأن أنا مش لا 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 لا, لا, لا عجزت إيه بقى؟ أنا 50 سنة دلوقتي. حبيبي طب أنا بقى 71. طيب شفت، يبقى أنا أخوك الصغير. حبيبي ربنا يديك الصحة. يا رب يخليك يا أستاذ طارق، ربنا يخليك، وأرجوك أرجوك أرجوك أول ما تلاقي وقتك يسمح نورنا، لأن أنا هتشرف جدا إنك تجي لنا البرنامج. ده أنا أتمنى ده والله، أنا كنت مستني إن تقولوا لي تعالى النهارده. لا يلا بينا، إحنا مش عايزين نتقل عليك في رمضان، رمضان ده هيبقى الفطار أبدا، وفي لعب طاولة، أنا سامع صوت الزهرة أهو. لو لعبت يا زهرة قاعدين جنبي طرقعوا. عارف أنا عمري في حياتي ما عرفت ألعب طاولة، أمي ربنا يديها الصحة لعيبة طاولة مهولة وحاولت تعلمني، بس أنا غالبا مفيش هنا تربية. لا يا باشا، ده انا هاجي اعلمك. خلاص اتفقنا، عينيا الاثنين. هتنورنا في الاستوديو، هنجيب معانا طاوله وهتعلمني القواعد من اول وجديد. عيني، حاضر يا ربنا يخليك، نورتني وشرفتني، ومنتظر انك تنورنا في الاستوديو. كل الشكر لفناننا ونجمنا الكبير استاذ طارق النهري.